برئاسة الدكتورة رندا مصطفى أمينة المرأة المركزية بحزب حماة الوطن، وبالتعاون مع أمانة القليوبية برئاسة الدكتور أحمد يوسف رزق، شهدت محافظة القليوبية مؤتمراً حاشداً بالقناطر الخيرية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. كلنا هنكون إيد واحدة في قاعات الانتخابات بإذن الله، وهنوري العالم كله معنى الديمقراطية الحقيقية في مصر. حزب حماة الوطن بيعتبر نفسه مشارك للحملة الانتخابية للسيد الرئيس، فكل هذه المؤتمرات على مستوى الجمهورية كلها بتدعم السيد الرئيس لتولي ولاية جديدة لرئاسة الجمهورية. النهاردة جايين نأكد على أن لازم كلنا نكون موجودين يوم الانتخاب أمام اللجان، لأن ده تحدي أمام العالم كله. لازم نثبت أن احنا وراء الرئيس السيسي علشان إنجازاته وحمايته لدولة مصر وداخليا وخارجيا. لازم يدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، لأنه هو رئيس المرحلة القادمة، هو الرجل اللي احنا نقدر نثق فيه فعلا، وقادر يقود المرحلة القادمة بكل تحدياتها، بكل الدول المحيطة بمصر ان مستنية مصر هتبقى عاملة ازاي في المرحلة اللي جاية. بحضور أمينات المرأة على مستوى الجمهورية وعدد من القيادات الدينية والشعبية والتنفيذية بالقليوبية، أكد الجميع من خلال مشاركتهم تلك وقوفهم خلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لاستكمال ما بدأه من إنجازات للوصول للجمهورية الجديدة.